السادسة على صفحاتنا على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على انستجرام، على تويتر، مين أفضل ثلاث لاعبين من النادي الأهلي في مواجهة امبارح أمام فاركو. في انتظار آراء حضراتكم ونروح للأخبار والعناوين. الأهلي راح اليوم من التدريبات استعدادا للمريخ السوداني، وموسيماني يطلب تقريرا مفصلا عن المريخ قبل مواجهته بدوري الأبطال. اليوم مسحة طبية لسيد عبد الحفيظ قبل مواجهة المريخ السوداني. والأهلي يتعاقد مع بنك القاهرة لاستكمال فرع التجمع. كارلوس كيروش يطلب بعدم تأخر وصول المحترفين استعدادا لمواجهة السنغال. ويورجن كلوب يطالب ليفربول بسرعة وضرورة التجديد لمحمد صلاح.